السلام عليكم متتبعينا الكرام. بعدما تفاعلت كل من السلطات الإقليمية والجماعة الترابية لأزيلال ولجنة المراقبة بجدية مع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي وثقته عائلة كانت تقضي عطلتها بشلالات أزود بأزيلال بعد وجود ديدان بقطع اللحم وسط طاجين بأحد مطاعم المنتجع السياحي، اتخذ قرار الإغلاق الفوري للمطعم، لكن صاحب المطعم ينفي كل المنسوب إليه ويقول بأنها كانت مؤامرة مدبرة ضده. وسنستمع الآن إلى تصريحه. قال لي هاد الطاجين راه لقيت فيه الدود، هذاك الدود راه ما دياليش. مع شو وقع المشكل الساعة بالضبط؟ مع هذيك الربعة 3:30 ديال العشية تاسالوا الناس كلشي الحمد لله كلاو، راه الطاجين ديالو هو الخر فوق الطاجين، راه هذيك 35 راه كل عائلة تاكلوا 6 7 في الطاجين، غادي تشوف شحال من طاجين 35 واحد 35 طاجين، إلا جيت الجمعة غادي تكون واحد هذا 61 واحد كلات البارح. الحمد لله بالاجانب بالمغاربه ديالنا بكلشي خرج فرحان، هذاك السيد بقى الاخر دابا مشاو الناس باش ما يحضروا ملي كيصور باش ما يديرش راسو، صور هذاك الشيء طلع للدرك الملكي دار الشيء هذاك الفيديو عنده غير عمر بها عمر المحضر، وخا باش انا ما نتابعو فاش سال المحضر ولا تنشر. جا عندك من بعد موقع المشكل شكون جا عندك في الناس؟ جاو عندي السلطات ديال المنطقه، جا عندي الرئيس ديالنا ديال الجماعه، جا عندي سعاده القائد ديالنا، جا الشيخ ديال القبيله قال لك هادشي اللي دار اللي انتشر في وسط راه خطير، راه خصنا نشوفوا، قول لك تنشوفوا هاد المشكل اللي طرا راه كثير خصنا نشوفوا شنو كاين، وهادشي انا ما كاينش، هادشي اللي درنا داك السيد راه ما كاينش، هذاك الشيء راه ماشي ديالي، راه المشروف هذاك الطاجين باش هو يربح اسميتو على ظهري. انت كتقول بانه هو جاب معاه في الساك هذيك هذاك الشيء 100% جابتو على قاش مرتو عنده القناه ديالها في اليوتيوب، لا هي لا هو كيخدموا بهذه الطريقه. انت تقول بانه عمليه مضبطه. عمليه مضبطه، هذا دارو هو دارو باش يدمرني ويدمر هذه المنطقه، شاف هذه المنطقه الحمد لله بغات خلا شاف المنطقه الحمد لله غاديه مزيانه، وزيد نعطيك عليه واحد التعليمات، وزيد بعد راه كاينين المراقبات، كاين العاطف راه كيجيو كل يومين ثلاث ايام. نهار السبت والحد خصهم يجيو يراقبوا على قاش عندنا حنا الناس الاجنبيين، راه كاين القهوه اللي كتستقبل 200 اجنبي، كاين القهوه اللي كتستقبل العيانه كتستقبل 60. واسميتو هادشي الاجانب الناس الجنسيات ديال الاجانب ديال فرنسا ديال الكالزاس الحمد لله راه ولات تتحط الامور بيناتنا، راه هما جايين حتى هما الطليان الكالزا جميع الدول الخاسرة كلشي نزار راه كيجيو المنطقة اللي بغيتي في اوروبا راه ولات تتزار ما عمرو تشكى الحمد لله، تكونوا الجمعية ديال القيادة الجمعية ديال المقاهيد ديزوتيل ديالنا عندنا المراقبة ديالنا اللي كيراقبوا على قاش هادشي راه وزود حساس، راه حاضرين الناس راه السلطات حاضرين عندنا سعادة العمل ديالنا كل سيمانة راه كيعلم السلطات ديالو كيدير المراقبة ديال المنطقة كاع فازين الكامل البلاصة اللي كيمشيو ليها السياح راه هو شخصيا اللي كيدير الدورة في المناطق السياحة كيراقب راه المراقبة راه كلشي يخاف على راسو على قاش عطاونا الإنذارات اللي دار شي مخالفة نسدو ليه وحنا راه خايفين على المحلات ديالنا وخدامين حنا مع السلطات ديالنا راه حاضرين أسميتو ديالنا وهاد السيد هذا راه جا بغا يدمرنا.